أمس جيبسي كينجز أشعلوا أجواء مسرح دبي أوبرا بأجمل الهيتس اللي اشتهروا فيها ما بين الفلامينكو والسالسا. ومن دبي راح ننتقل للكويت، حيث شهدت عطلة نهاية الأسبوع انطلاق مهرجان فبراير الكويت مع حفل جمع كل من أصالة ونبيل شعير، وتفاصيلها تراكينج ستوري نمبر 2. مساكم الله بالخير جميعا، يا هلا وسهلا وحياكم الله. إن شاء الله اليوم افتتاح أول حفل في فبراير الكويت بوجودكم. اليوم فيها الكلمات افتتح نبيل شعيل حفلات فبراير الكويت اللي أرادها أن تكون مختلفة عن كل اللي تقدم بالسنوات الماضية. يقولوا ختامها مسك، ولكن هالمرة رح نغير نقول بدايتها مسك مع افتتاح فبراير الكويت وروتانا وعودة الحفلات هيك مع بعد ما خلصنا من كورونا وجائحة كورونا. فخبرنا هيك أنت شعورك بعد المسرح. والله اليوم اختيارهم لي أني أنا افتتح فبراير هو المسؤولية، طبعا الختام والتفتح أنك تختم هي مسؤولية أنك تبتدي بداية صح. كوني اني انا تابع لها لفبراير وتابع للشركه نفسها وواحد من ضمن المجموعه وهذه، يهمني مصلحه هذه الشركه انها تنجح ودائما تكون بالمقدمه واعمالهم تكون ناجحه. فما دام حملوني مسؤوليه، وبعد تدري انت كنا في وقت احنا مزحومين وجينا، لكن الحمد لله سهرنا بالليل وعملنا بروبات قدر المستطاع وطلع الشغل اللي انت شايفه هذا الحمد لله بشكل. ليش؟ لانه في حب وفي ود وفي تجانس مع الستاف، في حب بينك وبين الستاف اللي يشتغلون. حتى الفرقه امس لما خلص منهم قلت لهم باكر انا ادري احنا زعمناكم واحنا جينا بوقت ضيق، لكن احنا عندنا ظروف المواسم اللي داشه على بعض، لكن احنا همنا بافتتاح اول حفله لازم تكون مشرفه لنا ولكم وللشركه المنتجه والشركه اللي قائمه على هذا العمل والمكان اللي احنا فيه. وهذا اللي صار. فنبيل بهالليله فاجئ الحضور بمدلي من اربع اغاني من ارشيفه اطلق عليه اسم مدلي فبراير الكويت. لي انا هديته للمناسبه فبراير اللي هو فبراير الكويت، وبنفس الوقت رومانسي مدلي رومانسي. طبعا قلت لك بضيق الوقت طبعا كان ودي يكون افضل من كذي، بس طبعا مع الوقت مثل الاولاني ياخذ بعد حفله حفلتين يصير خلاص بيرفكت، بس الحمد لله طلع بشكل لائق وحلو والناس حبته وردود الفعل كانت جيده وفاجئوا الناس ببعض الاغاني، فالحمد لله يعني ربي يسهل ان شاء الله. وعند هالمدلي كان الوضع كله تمام على المسرح، إلا أن مع بدء غنائه لأغنية شو مسوي مع غيري اتأثر ودمعت عيونه وما قدر إكمال الأغنية لبعض الدقائق. أنت بتهني ولا بشوقي مشغول؟ خلنا نلعب. أنا ما زلت شو مسوي مع غيري، شكل الأغنية كتير بتعني لك ولا فيها ذكر؟ لا أنا يعني مو سالفتي، ما له علاقة لا بشيء عاطفي ولا شيء، هو شيء إنسان شيء إنساني. الحقيقة أنا كنت قبل لما أشوف واحد يسوي الحركة أقول له هذا يمثل، ما أدري يعني شعور غريب. يعني أنا بحياتي ما يعني أنا حتى وفاة والدتي ممكن كنت وايد قوي، يعني طبعا زعلان من داخل وأكيد زعلان، بس ما كنت قدام الناس ضعيف. اليوم ما ادري شنو اختلط علي امرين هما غريبين، ما اقدر اقول لكم شنو دخلوا علي امرين ودخلوني بها. بعدين قلت برجع ماني قادر، يعني حتى شفت طريقه يعني ما كان
ما كنت يعني بيني وبينك موقف محرج بالنسبة لي أنا، بس ما أدري شلون، بس الناس الحمد لله حب الناس مشت، فأنا أقول لهم آسف إني يعني إذا أنا سويت شيء غلط ولا شيء، أنا مو قصدي يعني، بس هذا بالنهاية أنا إنسان يعني، يمكن ما أدري شنو الشعور اللي حاشي، ما أدري على كبر، ما أدري كبرنا يمكن صرنا وايد حساسين، ما يقول الواحد لما يكبر يصير حنون يعني، ما أدري. بالعكس إن الجمهور حبه ويعني وشفت السقف بالمسرح كانت كبيرة يعني. شفتها بس يعني ما أدري، حسيت إن أنا وقتها كنت ضعيف يعني، ما أدري، أرجع وأقول أنا آسف، ما كنت أقصد. الجمهور ما أخذها بطريقة مش أخذها بطريقة حلوة. أنا بالنسبة لي يعني أنا أقول حتى اللي يعني اللي يمكن أزعجته ولا ذكرته في شيء ما أدري يعني، هو ما أقدر أقول لك. أنا هنا عم بحلل وشو القصة. ما أنا نفسي ما أدري شنو والله العظيم، فجأة شيء قلت له جتني العبرة، خنقتني العبرة، ليش ما أدري، يمكن أنا أقول لك بعد أكو شيء بعد صار يعني، أكو شيء ممكن أقول لك شنو، حسيت بحب الجمهور بالتفاعل، حسيت الناس يعني هذول يحبونك، الناس اللي قاعدة تحبك، وصلني هذا الشعور. شوف الحين جتني مرة ثانية والله العظيم. ولكن بوشعيل كمل وصلته بكل فرح واحتفالا ببلده الكويت وجمهوره، غير كلمات أغنية يا شمس. ونزولا عن طلب جمهوره خرج عن الأغاني اللي كان محضرها وقدم أغنية الله يا خوفي عليك. ومثل بوشعيل أصالة أسعدت جمهورها بهالليلة اللي تصدرت الترند على السوشيال ميديا، وكعادتها شاركت الحضور بكل اللي بيدور براسها، ومجددا قررت تشيل الشوز. كنت طايرة على الحفل، وقد ايه بتحبي اهل الكويت وهن كمان قبلوك بهيدي الفرحة الكبيرة؟ اي كتير كتير انبسطت، كانت حفلة رهيبة رهيبة رهيبة، فيها روح مش معقولة. انا عن نفسي انا بحس انه هاي الحفلات لما بتوصل لهي رموشي، تركتهم على فكرة جوا، جيبوا لي رموشي كيف طاروا. انا بحس مرات في حفلات بتعمل شيء فيه وبالناس، وكأنه بالنسبة لي الموسيقى بتزيد لي عمري، بتشفيني، بترجع بترجعني. هلأ بكرة حفيق وحياة الله، عندي شعور حيبطل عندي 18، عندي 14. وبهالليلة أصالة ولأول مرة على المسرح قدمت الأغنية الوطنية اللي خصت فيها الكويت من أيام، وهي شيخة الكون. ولثاني مرة على خشبة المسرح قدمت سيد الغرام. بتمنى أدولي ما أغلط فيها ولا غلطة، من أمنياتي إني غنية بدون ولا حتى غلطة. وبعد الحفل ومن خلال صفحتها على تويتر، أصالة عبرت عن فرحتها بالمشاركة بافتتاح مهرجان فبراير الكويت، وبالطريقة نفسها عندما تم الإعلان عن الحفل علقت على حماسها لمشاركة نبيل شعيل اللي وصفته بالصوت الذي لا يشبه أحد. أصولة حبيبة قلبي، يعني أصولة من الفنانات، أنا على فكرة أغلب الفنانين أحبهم وتعليهم لي علاقة معهم، بس في بعضهم علاقة خاصة جدا، يعني من ناحية شنو، إنه في ود متبادل، في معزة خاصة بين بعض. فأنا أصولا من وهي صغيرة على فكرة أنا أحب أغاني، يعني أنا أول ما غنت كنت أنا مكتشفها بيني وبين نفسي بين أصحابي، أقول لهم يا جماعة في مطربة تغني جبارة، سمعوا صوتها، كانت صغيرة، فكان وقتها أنا عندي شركة إنتاج، فكنت أفكر أروح لها سوريا أتفق وياها موقع وياها. أنا هذه يمكن معلومة حتى ترى هي ما تدري عن هالمعلومة، هاي لأول مرة لكم أنت يعني.
فكان عندي قبل شركة إنتاج، كان عندي شركة صوت وصورة بالكويت، فكانت فكرت أعمل لها شيء، بعدين يعني ما قدرت أتواصل لها أوصل لها وبس، وبعدين ما شاء الله جت أصالة وصارت أصالة النجمة الكبيرة يعني. من حسن حظي أنا إيه الأستاذ نبيل بعرفه من بداياتي، دائما بشوفه قمة الطيبة واللطف، ودائما بيكون جايب أكلات طيبة بضيفني إياها، بتذكر لها على الكب وبونات بتجنن